بسم الله الرحمن الرحيم. كنا متنافسين بين الحيز مدرب مولود وجده. بالنسبه للمباراه نظن بلي راكم شفتوا المباراه خاصه في الشوط الاول، وين كنا مليح في المباراه. خلقنا فرصتين سانحتين للتهديف. كان اللعب متكافئ، ولكن للاسف يعني الشيء اللي ما كناش ننتظروه يعني الحظ، ما سجلناش هدفين، زايد خسرنا لاعبين على اصابه. خدمنا زوج يعني تغييرات اضطراريه، الشيء اللي فقدنا التوازن بين الدفاع والهجوم. ظن بلي الشوط الثاني شفتوا بعد الهدف اللي تلقيناه خاصه بعد الخطا، هذاك اثر علينا كثير واثر على اللاعبين، وين غيرنا شويه النمط تاع اللعب، حبينا نعدلوا. للاسف تلقينا الهدف الثاني اللي خدع المباراه. مهما يعني كل هذا الخساره هذه، نظن باللي اللاعبين ما نحشموش بها، لان ما يخفلكمش باللي البدايه كانت صعبه جدا في التحضيرات. نفس الشيء بالنسبه للمباريات الوديه، حتى الاستعداد اللي في اخر لحظه خسرنا زوج لاعبين يعني في الهجوم، هذا الشيء نظن اثر على المجموعه ككل. ولكن احنا رانا هنا واقفين، لازم شويه وقت، لازم الناس تصبر على الفريق هذا. اليوم خسرنا مباراه، زايد ثلاث لاعبين اللي مصابين، راح تكون صعبه. كنا على بالنا باللي يعني بدايه البطوله هذه راح تكون صعبه بالنسبه لمولوديه وجده. احنا رانا موجودين ان شاء الله نخدموا ونكتفوا الجهود تاعنا ونحضروا المباراه الجايه، نصلحوا اخطائنا اليوم ونحضروا هذا الفريق في المستقبل. المهم اننا نبقاو متكتفين، خاصة عند اللاعبين، لان ما لازمش نتاثروا يعني بهذه الهزيمه هذه. هذا هو الصح، لازم المعنويات تكون دائما مرتفعه، لان نقدروا ان نحللوا هذه الهزيمه. كانت واضحه يعني خاصه في الشوط الثاني، مش نتخباو ورا ونبرروا هذه الهزيمه، ولكن من هذه الهزيمه نبنيو ان شاء الله في المستقبل انتصارات اخرى. ان شاء الله ربي يوفقنا ونعوضوا يعني في المباريات الجايه ان شاء الله. والله واش نوعدهم انهم يصبروا علينا، لانهم يعرفوا الظروف، يعرفوا احسن مني ظروف الفريق كيفاش بدا يعني في بدايه الموسم، يعرفوا التعداد اللي كان موجود واليوم ورانا. ان شاء الله احنا راح ما نبخلوش على النادي وحتى عليهم هما بالعمل بالجهد بالانضباط، باش نعاودوا نرجعوا الفريق للسكه الانتصارات. ولكن هما لازم يصبروا علينا يعني شويه، لان كره القدم لازم وقت للتحضير، لازم وقت باش نجبروا الانسجام بين اللاعبين. الحمد لله انا نظن باللي اللاعبين اليوم عطاو كل ما عندهم، الشيء اللي عندهم عطاوه كل شيء في الشوط الاول. الشوط الثاني نفس الشيء، خدموا بالشيء اللي قدروا، ولكن للاسف تلقينا هدف اللي يطر علينا. ان شاء الله نحطوا هذه المباراه للنسيان ونحضروا المستقبل في احسن ظروف. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.